الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. أنا عيان شوية لكن إن شاء الله حاجتهد أتكلم وأبلغ عنها صوتي. قال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. قال العلماء: لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فدل هذا على أن العلم أفضل الأشياء وهو أعلى المطالب وأولاها على الإطلاق. ولذلك خرج موسى إلى الخضر عليهما الصلاة والسلام ليأخذ منه علما مما علمه الله إياه، رغم أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، ولكنه خرج إليه إلى الخضر ليأخذ منه علما علمه الله إياه، فدل هذا على فضل العلم. وأيضا حرم الله سبحانه وتعالى أكل صيد الكلب غير المعلم، وأباح الله جل وعلا أكل صيد الكلب المعلم، قال العلماء، فدل هذا على العلم وعلى أفضلية العلم، لأن الله فرق بين الكلب المعلم الذي علم الصيد وكيف يصطاد وبين غير المعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: إن الله وملائكته وحتى الحيتان في بحارها والنمل في جحورها ليصلون على معلمي الناس الخير. يعني تستغفر الحيتان والنمل للإنسان العالم أو الداعية الذي يعلم الناس الخير. وهذه الدعوة المباركة دعوة السلف الصالح شرفها الله بالعلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي أعلى درجات العلم كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله. ومن فضله، من فضل العلم، أن من علمه الله وفقه الله تعالى، هذا دليل على أن الله أراد به الخير. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد أفنى الصحابة أعمارهم في تعلم العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كنا لا نتجاوز العشر آيات فنحفظها ونفهمها نتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام فنطبقها ثم ننطلق نعلمها أهلنا فتعلمنا العلم والعمل معه. وابن عباس رضي الله عنهما تعلم علما كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فصار أفضل الناس في تأويل كتاب الله تبارك وتعالى. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني أحفظ منك حديثا كثيرا فأنساه. فقال أبا هريرة: أبسط رداءك. فبسطته فجعل يغرف لي
يعني من بركته صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هريرة: أضممه إلى صدرك. قال: فضممته إلى صدري فما نسيت حديثا بعد ذلك أبدا. قال: وإنما كنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم صفقة الأسواق، وأصحابي من الأنصار كان يشغلهم غرس الودي يعني الزراعة، أما أنا فكنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة يعلمنيها أو للقمة يطعمنيها، وإنه كان يطأني الرجل ويقول إنه مجنون، يجده ملقا على الأرض أبو هريرة من شدة الجوع. قال: والله ما بي من جنون، وإنما هو الجوع. فكان يحفظ وكان يحضر حين يغيب بعض الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك هو حافظ الأمة كما قال العلماء، حافظ الأمة، حافظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، حافظ هذه الأمة هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه اجتهد وكان يسهر بالليل يراجع العلم والأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، فيسهر عليها ويراجعها ثم ينام. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيك أن توتر قبل أن تنام، لأنه كان يسهر في الأحاديث كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالعلم كما قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. ليس هناك عمل من الأعمال الصالحة، لا قيام الليل ولا غير ذلك، يعدل في الفضل والثواب والمنزلة. ليس هناك عمل يعدل طلب العلم، لكن بشرط أن تصح النية. لا يطلب الإنسان بالعلم الدنيا كما طلبها بعض المشايخ، فراحوا إلى أحياء التراث الكويتية الإخوانية البدعية فأضاعوا دينهم وأضاعوا منهجهم طلبا للدنيا. وبعضهم عندهم علم، ولكن طلبوا العلم وأنفقوا العلم من أجل المال ومن أجل الدنانير ومن أجل الدنيا، فخابوا وخسروا إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم طلب العلم للمناصب السياسية والكراسي البرلمانية فضلوا وأضلوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا بد من إخلاص النية في ذلك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. عندي لا أسأل، أي في سؤال؟ إذا عنده سؤال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال الشيخ مزمل: واقع الدعوة معروف لكثير من الأخوان، واختلط الأمر لأن الدعوة التي يقودها الشباب حطمت أو كسرت كثير من الأسماء التي كانت تقود الناس، وكثير من الناس محتارين، ويرد سؤال دائم: نحن نخلي الناس دي كلها ونمشي وين؟ أو نعمل شنو؟ أو نطلب العلم من وين؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: من هو الشخص المؤهل ليجرح العلماء المعتبرين في هذه البلاد وغيرها؟
السؤال الأول شنو؟ تباري النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بفهم السلف الصالح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، هذا ولا مش. أما أسقطت علماء ويات علماء نباريهم في السودان وأسقطت العلماء، أنا ما بعرف عالم في السودان، أنا ما بقول ما في ولا في، أنا غايته ما شفته لم أره. أما شيوخ دكتور فلان وعلان و بتاعين الجماعات الحزبية ديل، فده الناس حزبيين أصلا، ده الأخوان مسلمين، الشيوخ ده الأخوان مسلمين. أنت لو ما عارف كنت الآن أديك عرفته. كلامي مش للأخ السائل، كلام للعموم يعني، أخونا ده نحسبه رجل فاضل يعني. هؤلاء إخوان مسلمين، خلاصة الموضوع. والآن مشوا ساقوا إمام الحرم اللي بيقولوا ده اسمه مين كده، الغامدي، ساقوا ديل الشيوخ ده ذاتهم، إسماعيل عثمان وما عارف مين، وبموافقة باقي الشيوخ التانيين، لأنه ديك تحت إسماعيل عثمان ومنضمين للحزب بتاعه بتاع صار السنة المركز العام، دكتور خالد ودكتور مين ودكتور مين، وكلهم دجال الفتيحة كلهم معه منضوين تحت الحزب ده. فرئيس الحزب ده ساق بتاع الحرم ماشي، سجلوا زيارة للكباشي، وبالمناسبة استقبلوهم بالنوبة، هم كذبوا النازل. الحمد لله أنا جبت الوثائق، وثائق جديدة غير المنشورة ديك، باعترافا صار السنة نفسهم بالمناسبة أي، ومعاهم الصوفية كلهم اعترفوا. قال لهم المذيع، قال لهم يا أخي انتم قالوا الزيارة دي فيها شروط، قال للصوفي كده، قال له فيها شروط، ده بتاع الكباشي عثمان البشير الكباشي، قال له وبتاع أنصار السنة قائد الجبراوي، قال له يا أخي الزيارة دي قالوا فيها شروط، إنه ما يكون في مظاهر شركية ولا يكون في نوبة ولا غيره. بتاع الكباشي ده قال ما في أي شروط، استقبلناهم الاستقبال الطبيعي عندنا، الاستقبال الطبيعي عند الصوفية طبعا شنو؟ أنتم كلكم عارفينه. وداك ما أنكر بتاع أنصار السنة الممثل بتاعهم جايبينه في الحلقة على التلفزيون اسمه جبراوي، ده دكتور عندهم، ما أنكر كلام، بل المذيع هو الوحيد اللي أنكر، زي ما إنه سجمان وزاده، لكن والله كان متألق في الحلقة، لأنه الاثنين ده ما نافعين مرة واحدة، لكن ده كان أهونهم ضلالا. قال لهم والله يا مان إحنا غايته اللي بنعرفه بتاع صار السنة والصوفية ده ما بيتلموا، إلا كان ده شيء جديد أنتوا جبتوه ثاني هسه جديد. بتاع صار السنة قال شنو؟ بتاع صار السنة قال لا، قال من زمان، قال من زمان احنا بنجي للصوفية ونزورهم وبزورونا، وشيخ الهدية بيمشي. الصوفي قال ايوه صح، شيخ الهدية قال في جدة ممنوع كده، الكباشي لما مات قال شيء شال الفاتحة، وحتى الفاتحة الآن بيقولها بدعة، قال يشالوا الفاتحة كلهم ورفعوها، داك بيقطعك بتاع صار السنة. يعني أصل الحكاية دي بايظة كله خربانة من كبارة زي ما قالوا في المثل، خربانة من كبارة. وأنا بتعجب زول لسه يعني، أنتوا لسه الموضوع ده ما فهمتوه ولا كيف؟ أنتوا ما شفتوه النازل؟ واحد سب الصحابة وقال ما بتوب، وجماعة قاعدين يطبلوا له ما تتكلم في الشيخ يا أخي، طيب ما الشيخ تكلم في الصحابة يا أخي، ولا ما هو كده يعني؟ ناس كأنه عندهم الشيخ ده أول حتى من بعد ذاك الصحابة، الشيخ يسب الصحابة أنت ما تسأله، لكن هو يسب الصحابة، لكن أنت ما تتكلم فيه هو، لكن هو يقول له يتكلم في الصحابة شت، يقول عندهم هوى وعندهم دنيا واقتتلوا من أجل السلطة والخلافة والإمارة والدنيا. الناس قاعدة تتفرج، الناس اللي ما نافعين يا ناس، الموضوع ذاته ما دار له كلام كثير، ناس خدتوا يدونه في هذه الصوفية ما ترجو منهم رجاء إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. يا أخي الترابي ده نافع؟ الترابي ده بينفع؟ ده ما نافع ببصلة، بيتوبة ما نافع، في الدنيا فشل، في الاقتصاد فشل، في الحكم فشل، في السياسة فشل، في البرلمان فشل، في الجهاد فشل، صح؟ في الدين حدث ولا حرج،
فأجل مرة واحدة كفر بها الله عديل زي ما قالوا العلماء. ما نحن في علماء من الأخوان المسلمين كفروا، من الأخوان المسلمين ذاتهم المنافعين ذل كفروا، خلي السلفين انتهى مرة. أضل من محمود محمد طه الجمهوري بالمناسبة، أضل من محمود محمد طه. ده قال بس الصلاة رفع عني، ده قال التشهد بتاع الصلاة كلام فاضي، والتسليم كلام فارغ، والرمي الجمرات كلام فارغ، والسعي بين الصفا والمروة كلام فارغ، ونزول المسيح ما في، وعلامة الساعة كت ما في، والدابة ذكر في القرآن، قال ده كله كلام ناس سايقر، ده ذكر في القرآن، قال كلام ناس ساقر. آية الدين أطول آية في القرآن، الفئة إنه شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، قال ده ما صحيح، قال ده ما صحيح. آه جوج ما جوج قال كلام كله فاضي، كله الدين ده ما خلى فيه ولا قش، كله شال عذاب قبر نعيم قبر كله خلاص. الترابي ده لما مات أنصار السنة مشوا عزوا فيه، مسجل به صوتهم. ومعنا الآن ممثل أنصار السنة ياسر محمد الحسن، قال الترابي يعتبر، الشيخ الترابي قال يعتبر شخصية إسلامية لن تتكرر. أنت تاني در تسأل عن دي العلماء، دي العلماء، طيب الجهلاء من يا ناس، دي أهل السنة، طيب أهل البدعة منه. أنا بتكلم عن شيوخهم الكبار ديل والرؤساء بتاعينهم، لكن لو في واحد راعي مجدوع في بعيد منه ما فاهم الحاصل ده بنعذره، لكن بتكلم عن ديل الرؤساء ودكتور فلان وقروا في المدينة وقروا في محمد بن سعود وقروا جونا هنا سودانيين مغفلين ما فاهمين حاجة. والله أنا مشيت أسأل المدينة يا أخي ديل مرض، مرض إلا من رحم الله. السودانيين اللي بيمشوا بيقروا هناك ديل وتابعين للجماعات الحزبية دي، ديل أخوان مسلمين وخير منهم الأخوان المسلمين العديل واضحين بالمناسبة، لأنه ذاك بتحذره. ده بيقول لك أنا سلفي، واحد بتناقش معي لما انطردته في المسجد النبوي قبل أسبوع ولا عشر يوم، جاء قال لي دارك في عشر دقائق، قلت له تفضل. قالوا دار يهتدي أو دار الحق، بدأ لي بالهواري اللي تكلمت فيه وريته، ختم لي بأنه الأخوان المسلمين ذاتهم أهل حق. قلت له قوم يا زول قوم أمشي. ده يجي من هناك يقول لك أنا من كبار تلاميذ العباد، يجي يوسخ لنا البلد دي ويعمل لنا مشاكل، تلقى حضر له درسين ولا ثلاثة دروس زي الطائر، ما الطائر ده كذب على الناس. أنا من كبار تلاميذ العسيمين، طلع على عسيمين لحاجة، لأن الناس القصيم هناك قاعدين مع العلوان وسجم الرماد مع التكفيرين يا شيخ. فده الحاصل، موضوع ده عليك الله خلوه، صار صونا ده انتهوا، شوف موضوع تاني. التجريح وما التجريح، العلماء الأصل للعلماء، بعد ذاك الشيخ ربيع والشيخ النجمي وغيرهم من العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، قالوا إذا كان طالب العلم متمكن من يعني الجرح وشروطه والعلم بالجرح والتعديل، ويقدر يرد يجرح أهل البدع ويرد عليهم ويجرح الحزبيين، وعنده أدلة بفهم السلف ويستند على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف وبكلام العلماء السلفيين، قالوا ما في مشكلة، ما في مشكلة. الكلام هم ذاتهم، هم ذاتهم ما بيجرحونا، طيب عندهم شوفها صغار، واحد يدوبك يعني قام من الوطن ويده يدوبك التثبيت على الكيبورد فبيجرح فينا، هذا ده شنو؟ وتلقى ما قرى لا جرومية لا قرى دين لا حافظ جزء عامة ولا أي حاجة، لو قرى الفاتحة يكسرها يقول لك دل ما يجرحوا. طيب انت لما قلت دل ما يجرحوا ده ما جرحي فيه ناسا، كلمة دل ما يحق لهم يجرحوا، أليس هذا جرح؟ أهلا من جرحت أنا بهذا الجرح هل أنت تأهلت؟ ده برضو سؤال. بعدين النازل ما نحن جرحنا مو الحاج، جرحهم العلماء. شيخ ربيع قال انصار السنة ورب السماء سقطت سقطت سقطت، قال انصار السنة تقودها السرورية. شيخ مقبل في كتابه تحفة المجيب وغيره من الكتب قبل أكثر من قريب 30 سنة انتهى من انصار السنة دي بدري، وانتهى من موضوع الهدية بدري، كلام ده انتهى منه بدري. ده ما نحن ده العلماء. شيخ محمد بن هادي حفظه الله قال شنو؟ قال انصار السنة بالسودان وغيره، قال ما بقي لها من السنة إلا الاسم فقط، وقد سارت قال على طريقة الإخوان المسلمين. الشيخ ابن باز أيضا، أيوة الشيخ ابن باز عنده
محمد متوكل مصطفى عبد القادر اخو محمد مصطفى الدجاله سالوا قال لي يا شيخ عندنا جماعه في السودان جماعه سلفيه قال له تعتقد المعتقد السلفي وتدعو له كلام ده بدري وتتخذ اميرا لها في العاصمه وامراء فرعيون فما حكم هذا التنظيم؟ الشيخ قال له هذا التنظيم الذي ذكره السائل لا اعلم له اصلا شرعيا والفتوى صوتيه موجوده. الان هم عندهم امراء ورؤساء ويقول لك دوالي الخرطوم مين علي ابو الحسن وامين امانه الدعوه بمحليه كرري والله زي ده عندهم الولايه ذاتها يا شيخ انا ما كنت معاهم عديل يقول لك ده بتاع الولايه هو بسموها من الولايه مش الوالي سموها من الولايه فتمشي هناك المهم هم بسموها دي الولايه ولا حاجه الزول ده وتلقى الترابيزه ما عنده والله تمشي لا عنده مكتب لا ترابيزه لا اي حاجه ده كله هو ساجد وكلام فاضي هم قايلين نبيهم حكومه الناس قايلين نبيهم حكومه موزعين ناس والرئيس العام في كم رئيس ذاته ما عرفناه الرئيس العام للجماعه بالسودان وداك بهناك برضه الرئيس العام طيب وينه عام؟ دائر ما اثنين؟ اي ده هو ساكت يا يعني ناس باروا السياسه نزلوا النسوان في الانتخابات نزلوا نسوان انصار سنه نزلوهم في الانتخابات مع المؤتمر الوطني وفاز قال ده الدين ده منهج السلف يا جماعه اسالكم بالله ده منهج السلف؟ انا ما منهج السلف ايوه العريفي الدكتور اللي اسمه العريفي ده اول حاجه هو رجل صاحب هوى زي ما قال الشيخ العلامه الفوزان حفظه الله تعالى صاحب هوى فهو رجل من اهل الاهواء ونحن نقول هو رجل من اهل الاهواء ومن اهل البدع لانه هو اصلا من جماعه الاخوان المسلمين نمره واحد يجوز الخروج على الحكام المسلمين والثورات بتاعت اللي بيسموها الربيع العربي دي جوزها وباركها هو سلمان العودة وعايض القرني والقرضاوي الفوزان قال شيخ الفوزان قال دي فتنة وصدق قام القرضاوي رد على الفوزان في المنبر قال يقولون فتنة قال لو كانت هذه فتنة اللهم اجعلني من شيوخ الفتنة قال ايوه ها وهزنا عليها ايوه قال وهمتنا كمان على شنو؟ على الفتنه ايوه فده ده رجل دجال مجرم وشغال مع اليهود اصلا القرضاوي ده صور كثيره مشي لليهود هناك ويثني عليهم زي الجفري يثنوا على اليهود وشغلت الاخوان المسلمين دي في النهايه اصلا هي دعوه بتاعت يهود اساسا عشان كده حسن البنا زمان قال كده قال معركتنا مع اليهود ما معركه دين يعني ما عندنا معهم مشكله في شنو؟ في دينهم بتاع اليهود ده كله سوا سوا قال مشكلتنا معاهم معركتنا معاهم في الارض ونفس الكلمه دي قالها منو؟ الدكتور راغب السرجاني سمعته باضاني دي في الاذاعه المبتدعه البدعيه الضاله اللي اسمها اذاعه الطيبه دي بتاعت الراديو دي انا سمعتها باضاني مشيت اشتري سكر من الدكان لقيت المجرم ده شغال نفس الكلام ونفس الكلام ده لعله قالوا عمرو خالد برضه من جماعه الاخوان المسلمين فالنازل منهجهم ده اصلا في النهايه بيهدم الاسلام تماما. وما ابتليت الامه الاسلاميه الان في العصر الحاضر ده بجماعه تدعي انها على الحق وتحارب الدين واضرت بالدين زي الاخوان المسلمين والصوفيه ديل. والله الذي لا اله غيره. فنمره واحد العريفي ده بيجوز الخروج على الحكام وجوز الثورات العربيه دي ومصر وسافر ليه مصر؟ عشان يبارك لهم الثورة قال أنا قاعد في الفندق فوق وقال مما أعجبني أيضا في هذه الثورة المصرية قال إنه قال معهم العلماء عالم واحد ما في مش حسان محمد حسان ما عالم زول جاهل ومبتدع ضال ومحمد حسين يعقوب ضال برضه مبتدع زيه والحويني زيه خلاص كلهم دي المرضانين قال فتحت الشباك من الفندق فندق ليه ما كان تنزل تعيد ما قلت جهاد قال فتحت الشباك قال دخل عليه هذا الغاز الحارق السائل المسيل للدموع قال عمل مشكله في صدري الى الان انا بعاني منه مع زول لين زول ما زول ذاته بتاع دواس
وده حال الاخوان المسلمين كلهم دول عيوس وبنون هيا اخرجوا وهو قاعد جوا. ما قلت جهاد قاعد ليه؟ انا ما لقاني واحد فيهم خرج لجهاد. هو ما جهاد شغلهم ده من الالف للياء كله افساد وما عنده علاقه بالدين. لكن لو اعتبرنا جهاد ليه ما بيطلعوا؟ انا بسالك ليه عبد الحيوس وما بيمشي؟ هسه عادي انا بتبرع اقطع له تذكره لسوريا ذهاب بدون عوده يمشي هناك. والله العظيم جد مش قالوا ده جهاد يا جماعه؟ يا اخي العريفي قال الملائكه ذاتها نزلت قال وراكبه شنو كده ولا لابسه على حصين خيل بيض قال والله وجايبين واحد في اليوتيوب مصورين الاخوان المسلمين مجرمين واحد عمك كبير عنده لحيه بيضاء لابس جلابيه بيضاء قالوا ده الملك قال سالوا شيخ لا لا ولابس جلابيه بيضاء ولا عكست ولا حاجه قالوا ده هو الملك عمك كبير سالوا شيخ الفوزان عن الموضوع ده فوزان قالوا هذول الشياطين قال شياطين جوم قال وقالوا هذول الملائكه كذابين مجرمين يا ناس. واحد من الاخوان المسلمين في مصر في الثوره المصريه على اسم الخروج على الحاكم بتاع مصر قال جبريل قال نزل في ميدان التحرير ولا الرابعه عمرو خالد قال ما جبريل قال الله ذاته انا رايته في ميدان التحرير الله ذاته والله زيده المزيد قال ها قال رايت الله بعيني. شو الكلب المجرم ده وبعد ده في ناس بيسمعوا للناس زيل ودي مصيبه يا جماعه. العريفة عشان يجوز الخروج على الحكام طبعا في احاديث بتبقى توقد ليه في حلقه وما بتنزل له مسك حديث واحد قال له ضعيف ذاته حديث صحيح مسلم يا جماعه حديث حذيفه بن اليمان اسمع واطع للامير وان جلد ظهرك واخذ مالك قال الزياده ضعيفه قال شو الزول الكذاب المحتال ده لا في المره الاولى قال الزياده ضعيفه في المره الثانيه قام جابه وشرحها شرح باطل في المرة الثالثة جابه وشرحها ونسب الشرح ده لابن حجر والنووي ثلاثة مرات لكل حافظه وكاتبه ومنزل عندي قال زيادة إن جلد ظهرك وأخذ مالك ضعيفة وهي حديث شنو يا جماعة صحيح ده بصحيح مسلم يا أخي يا مجرم ده بصحيح مسلم. في المرة الثانية قال لا لا قال المعنى بتاع ما ضعف قال المعنى إذا كان الحاكم الشغلة دي عملها لزول معين أخذ ظهره جلد ظهره وأخذ ماله لكن إذا حق الناس العامة ما بينطبق الحديث يعني معنا خلاصة كلامه وده كذب رد عليه الشيخ الفوزان والمفتي جزاهم الله خير وحفظهم الله وده باطل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لزول معين للأمة كلها اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك أخذ مالك ما قال ده خاص عام والعام يحمل على عمومي ده زول كذاب مجرم العريف مبتدع ضال شفت كيف؟ في المرة الثالثة قال التفسير ده لقيته عند ابن حجر والنووي الشيخ الفوزان قال ولقد رجعت بنفسي قال فما وجدنا هذا عند النووي ما في كلام كذاب وما في نتحدى العريفي من هنا ليوم القيامة يقول لنا ابن حجر والنووي قالوا انه ده خاص اذا كان لزول واحد، اما اذا الحاكم ظلم الناس كلهم يجوز الخروج، يا اخي ابن حجر نقل اجماعات مش اجماع، اجماعات السلف في فتح الباري على عدم جواز الخروج على الحكام، اجماعات واجمع السلف واجمع العلماء ويسوغ الاجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم الا ان ترى كفرا بواحا يا اخي. زول كذاب زول مجرم اخوان مسلمين دجالين. العريفي ده زول صعلوك صعلوك عديل وانا الكلمه دي مسؤول منها صعلوك عديل جابوه هنا في الجامعه بتاعت السودان في الغاعه لموا البنات معاه السروريه رؤساء السروريه في البلد دي معاه لموا البنات كتار والاولاد قاعه مختلطه قال مو اصوع ولتنا اكثر ولا صايع يعني قام له واحد وقال لي انت لو سلمت على بيت يدها فيها كريم اها بيحصل لك شنو؟ الولد استعى ولد فيه خير اكثر من العريف لانه ده مبتدع وده قد يكون عنده بعض المعاصي وكلنا عندنا معاصي شفت كيف؟ الولد خجل
أشار العريفي إلى ذكر نفسه وقال ده اللي بيقوم أول، ده داعية، ده زول عنده، ده زول عنده أخلاق. وفي أمريكا هناك مع سكلوبيت موجود كله عندي هنا فيديو يا شيخ، ما جاء كله فيديو، أنا نزلت أكثر 40 محاضرة له، شفت كيف؟ بسمع فيها لما نظاني شمال دي وجعتني، كلها فيديو هذي موجودة، عريفي ذاته ما جاء أمريكا هناك بيت كافرة فك شعارة ومتبرية يمسح لها ظهرها كده ويتكلم معها، ده داعية صافي المجرم سفيه صالوك، شفت كيف؟ ومشى تاني أولاد قاعدين، واحد غبل له راسه مرتين قال له فاضل لك بس تعمل لي شفايفي، والله العظيم زي ده. أنا ما ممكن يا جماعة زول زي ده يكون عنده أخلاق، يا أخي لو بقى سلفي بأخلاقه دي ما يجي مستوى تحته يا أخي تتعلم عنده علم، ما بالك زول ضال ومبتدع من جماعة الأخوان المسلمين وزول مجرم وكذاب كذاب يجيبوا به جاي خلاص، هو معه العودة وذاك اسمه القرني خلاص، واحد فيهم يسب الحاكم بتاع سوريا هسه الآن بعد الثورات، قبل الثورات يصنع على حاكم سوريا وهذه القيادة الموقرة وقد استقبلنا بشار الأسد استقبالا حافلا يدل على كرم خلقه وسعة صدره، والله ننزل المجرمين كيف يسب ولد الغزابي ده اسمه سيف الإسلام هسه الآن بعد الثورة، وقبل الثورة يمدحوا كله بالفيديو موجود الكلام، وجابوا سيف الإسلام ده ذات قال الجماعة دي كانوا بيجونا قالوا يقبلوا أحزيتنا، قال يقبلوها ونكرمهم يدوم الأموال، قال الآن يشتموا فينا، شو الأخوان المسلمين دول المجرمين كيف شيوخ الثورة، والله الناس عندهم أجزاء كبيرة جدا من النفاق وصفات كثيرة جدا جدا من صفات المنافقين، شيوخ الأخوان المسلمين دول عياد الغرني وسفر الحوالي وسلمان العودة والقرضاوي والسرورية الموجودين عندنا في السودان ما تسمعوا لهم يا أخي، لكن بس فالحين في شقشقة الكلام والفصاحة والأشعار الأدبية اللي بيقولها بيخموا بها الناس، صالح يا أخي العريفي بيقول للبنات هنا في جامعة السودان بيقول لهم اللي بيسوي كريم ترفع يده، البنات يرفع يدهم، يقول ارفع يدينكم فوق يعايل يدين البنات الكلب المجرم، اللي ما بيسوي كريم ترفع يده ارفع يدينهم يعايل، شوف العدد كم يا جماعة، هذا زول عنده دين ولا دعوة صحيحة ولا دين صحيح، ناس شفاتة مجرمين صعاليك شماشة، والله شماشة، ولا انت بتسميه شنو ده؟ شماشة يا ناس شماشة شماشة ومبتدعة فوق ذلك، قريبا في السودان لا مرحبا به لا مرحبا به كلهم لا مرحبا به، يجيبوه الدلفادني خلخلوه يجيبوه الجامعات لا مرحبا به، وجابوه دل كلهم أمثاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها أتلف وما تناكر من أختلف، أيوة سورة التفاح، بعدين سورة التفاح دي عندها مقطعين يا جماعة انتبه، أنا نزلتها كلها امبارح، في واحدة قال لواحد ما بيعرف عربي، ودي العلماء ما أنكروا على العريف، واحد بر في الدول الخارجية دي العجمية، قال له السورة خلاص سورة مريم جزء من سورة مريم تقريبا على ما أذكر، وبعد ذاك قال له كلام من عنده العريف، قال له قال بيفهم عربي زود، قال ما يفهم، بيفهم أردو ما يفهم، فقام قال له السورة جزء من سورة مريم وألف له كلام من عنده، لكن ما قال الكلام اللي من عنده ده سورة من القرآن عرفتها، فقال الرجل حسيت بالفرق، قال نعم دي قد يكون عنده فيها حق، نحن ما سألنا في ده يا جماعة، نحن سألنا في الثانية المحاضرة الثانية كان جابوا ميكروفونات كثيرة وكان براو ورتل، قال ذهب محمد إلى السوق، دي برا دي غير ديك، حتى الكلمات الرتلة دي غير الموضوع ده، واشترى تفاحة، قال ضحك قال هذه صورة التفاح، عرفت ده موضوع براو، راجع النت تلقى ده براو ده براو، فلما سألوا الشيخ الفوزان وشوف من علم الشيخ الفوزان أنكر عليه ده، قال هذه ردة قد يرتد، قال هذا القائل، عرفت الحتة دي كيف؟ فالرجل رجل سفيه ورجل مجرم مبتدع ضال يا أخي،
ونحن النازل ما بيقدر يواجهونا بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بفضلنا احنا. يغشوا البنات في الجامعات، زول بيعمل كريم جابوه يعمل كريم، يغشوا يعملوا له مساعيق تجميل عشان يخدع النساء ويخدع البنات المجرم، واكثر الناس اللي يحضر له النساوين. يا اخي في مقطع له محاضره له، واحد قال العريفي عمره كذا. العريفي قال له بالمعنى، انا احفظ كلامه بالمعنى، قال له انت كبرتني كده حتخرب لي سوقي عند النسوان. والله في محاضرة عامة. زول ده مجنون ولا بيشرب حاجة؟ انا درف افهم ذاته الحاصل شنو؟ ما في زول عاقل بيقول كلام زي ده يا جماعة. يا اخي احنا شفنا حتى المبتدعة اللي بيعملوا فواحش في السر ما قاعد يصرحوا بكلام زي ده. حتى على البدعة الثانية، لكن ده مبتدع وبليد، الاثنين تلمن عليهم. وفي حاجات ما بقدر اقولها اصلا، هذه كلها منزله عندي، ما بقدر اقولها. كلمات ومقاطع كامله يسمى الايحاءات الجنسيه للعريفي. احضرها، ما هو قال، ما احنا ما قلنا يا ناس، ولا كلام مبتور، لانه لليله ما انكروا ولا طلع بيان قال ده ما كلامي، ده كلامك، لانه اغراه ده كلام. شيخ سلفي، شيخ سلفي جزاه الله خير. نعم. في زيارتك للسعوديه، لانه بعض الحزبيين بتلوا تصريحات انه مشيت للشيخ ربيع ورجعت وما جيب لك، لانك تبين تفصيل ما انك عيان زيارتك والفوائد اللي جيتها في الزياره الاخيره دي وتوجه الامور. يا اخي لو فرضنا جدلا انه مشيت له ورجعني، ماذا يعني هذا؟ هل منعني من الجنه؟ ها؟ ما حصل الكلام ده، لكن عموما ده كذب يا اخي. بالعكس والله الشيخ استقبلنا جزاه الله خير، وجلسنا معاه ونصحنا بارك الله فيه، واستمعنا لنصائحه ولكلامه الطيب خلاص، واكرمنا ما قصر، ودعا علينا بالخير ولدعوتنا بالسودان بالخير. نعم نعم. مشينا للشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري والشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظهم الله تعالى، والشيخ سليمان الرحيلي وغيره من علمائنا ومشايخنا، وما شاء الله يعني يبلغوكم السلام والتحايا جزاهم الله غالبهم، ومتابعين شغل اخواننا جزاهم الله خير، وناس اهل علم واهل فضل واهل كرم واهل جود، ونسال الله عز وجل يحفظهم ويوفقهم ويبارك لهم في علمهم وفي اهلهم وفي عمرهم وفي اوقاتهم وفي اموالهم وفي كل شؤونهم وامورهم، ونحبهم في الله سبحانه وتعالى، ونشهد الله ان نحبهم في الله ما داموا متمسكين بالسنه. نعم. وده الحاصل يعني. عيال زيري اي ما اللي زيرك هو طبعا معروف، هو داعية شرك وداعية كفر وداعية ضلال وزندقة، ففتح فينا بلاغ، لأن احنا ردينا عليه بهذه الكلمات التي يستحقها، وهي في ظني أقل مما يستحق لزيري، أقل مما يستحقها. شفت كيف؟ فقول يقول غير الله بيخلق في التلفزيون، غير الله يخلق، ده أنت بتسميه شنو ثاني يعني؟ أبو جهل الكلام ده ما قال، بل أبو جهل قال غير الله لا يخلق. مشركين الأوائل كلهم أبو جهل وغيره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يا أخي، يقولوا كده. دفاق المشركين الأوائل في الشرك وفي الكفر بالله والإلحاد والزندقة، ويدعو إلى ذلك بقوة وبكذب على العلماء وعلى السلف وعلى ابن تيمية وعلى ابن عثيمين وعلى غيرهم. فلما ردينا عليه وفي الطريقة برضه يسمى القادرية في أبو حراز في المقطع اللي عملناه جنب المغابر، والمغابر ما حكتهم ولا مسجلة بشهادة بحثين الطريقة العراقية القادرية. أنا ذات عجبت من البلاغ ده، عشان تعرف إنه الناس عشريين يعني ساكت. المغابر دي ما حكتهم يا ناس، المغابر دي حكتهم، مغابر مكتوبة في اسم زول. فقدموا وفتح بلاغ، وكل واحد، الوكاله ده مشرك عديل، بعرفه انا،
ده هو يأصل الشركيات اللي في اليوتيوب كلها. أي كفر أي كفر في الوطن دي بيأصل لزول جه هناك ونطالب وما أول أول قضية أول كنت في السجن جاب هناك معاه حامد بابقر السماني. حامد بابقر قال للقاضي زول ده تجيبه هسه. القاضي قال له زول ده مسجون في قضية ثانية. قال له لا 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 تجيبه. القاضي قال له أنت تقدر توريني شغلي اطلع برا يلا. قال طردهم كلهم. قال لهم قال لهم قضيتكم دي ما كلها قلنا وقالوا. قال لهم كده فطلع فبيهم متابعين جايبين أربعة محامين اثنين من أولاد الكباش اثنين أخوان محامين من كده الجيل الكباش من كده جايبين قضية زول وشنط داخلة وشنط مارجة. في النهاية الحمد لله ربنا عز وجل برانا وطلعنا برا مع إنه هم قالوا بيعلموا الغيب مش قالوا كده منهم خفي الحال منهم عليم بالغيب باطن شنو وظاهر. طيب يا صوفيا مش بتعلموا الغيب انتوا ما علمتوا الغيب انه القضية حتطلع برا يبقى تعبتوا ساكت. انتوا بتعلموا الغيب وعالمين الغيب انه القضية دي براءة طيب ليه فاتحين بلاغ خسرانين ملايين وعربات طالعة وماشة وجايبينه من الكباشي وديل جايبين ودي جاي طافش من وين وديك من ابو حراز دي كم مليون هسا ها وانتوا تعلموا الغيب حسب ما بتقولوا في الكفر اللي بيأصلوا له شيوخ الصوفية الكبار ديل خلاص انتوا تعلموا الغيب انه القضية دي ما في صالحكم خايضينها ليه. بعدين قالوا ماسكين الكون دايرين القاضي ينصفكم انتوا الكون كله حقكم اعلاه واسفله في طي قبضتنا مش كده نار الخليل خبت من سري تفلتنا تفتحوا بلاغ ليه افتحوا راسنا مش هو كده. فدين لازال جالين وكذابين يا اخي والله المفروض من القضيه دي يتوبوا كله اي صوفي يبقى سلفي طوالي لانه شيوخه قالوا مالكين الكون وقالوا بيقطعوا الرزق وقالوا بينفخوا وقالوا بيكسروا. طيب ما تفتحوا بلا كسرونا ده الحاصل كده. طيب فالقاضي جزاه الله خير حكم بالعدل. احنا ما بنقول وقف في صف ده ولا صف ده وقف في صف الحق وحكم بالعدل جزاه الله خير. نسأل الله عز وجل يبارك في عمري وفي عيالي. هاي القاضي سرد كلام طويل قال يعني كلام الكلام اللي قاله يعني المتهم كلام شديد والفاظ شديده والى اخره. قال لكن رجعت الى التفاسير تفاسير القران الكريم القاضي زاده ورجعت الى الكتب وكذا. وفي النهايه كلم كلام طويل انا نسيت ما احفظه كلام طيب يعني. فقال في النهايه احكم ببراءة المتهم وكذا وكذا وقال دي امور اصلا موجوده في الافكار بيناتهم وكذا وكذا. وصوفي يا ريتهم يفهموا الكلام ده. واول باب فتحوا باب القضايا ده فيما اتذكر انا هو منصار السنه ما الصوفية بالمناسبة فتحوا في أخونا الشيخ أبو بكر آداب فتحوا في بلاد أيوة فتح في أخونا الشيخ أبو بكر لأنه رد على واحد اسمه هاشم جلوب ولا شنو هاشم جلاب فرد عليه أخونا أبو بكر. فديل ما شو فتحوا هاشم ده ما شو فتح في شنو في أبو بكر بلاغ عشان السمعة. قال القاضي قال أنت داير شنو طيب قال هو داير 100 مليون قال غرامة من أبو بكر آداب. قال لأنه أنا شغال في مركز دعوي طلع أبو طاقة بتاع السرورية مركز بتاعنا محمد عبد الكريم والله الذي لا إله غيره مع أنه الرجل ده كان بيجيبني في بيته أحارب لي السرورية قبل 15 سنة شفت الكلام ده كيف؟ الشغلة دي تغيرت كله كله. فالقاضي الحمد لله رب العالمين ربنا وفق وقع حكم بالعدل وأخونا أبو بكر ده طلع بالبراءة ما لقى ولا جنيه بتاع الحديد ده الهاشم ده بتاع انصار السنه طلع. بعد ما حكم والقضيه انتهت وديل مشوا القاضي نادانا ابو بكر قال لي كنت بحضر الاركان بتاعتكم في كليه القانون جامعه النيلين وقال لي هاشم قال لي الالفاظ اللي قالها شيخ ابو بكر دي الفاظ الجرح والتعديل الله انا استغربت مره واحده. فالنازل ما عندهم حاجه وما يعلم جنود ربك الا هو. اخر سؤالين يا جماعه والله انا تعبان وعيان. السؤال انت سالته قبل؟ لا انا ما سالته. ايوه السؤال الاول في الحجه اللي بتجيبها الناس يقولوا نحن بنشتغل باستقرار السودان. ما هو عيد الاستغلال ذاته باطل كعيد
أي لو طالما سموه عيد العلماء قالوا معناته بقى عبادة، فده باطل ما صحيح. والسؤال الثاني لو تكرمت بيلينا من حاجة الشيخ كشك والشيخ شعراوي ما الشعراوي دل القاعدة زمان بلادي. طيب كشك والشعراوي بلادي، كشك أصلا زول يعني في خطب وبيخرج على الحكام يأتي بالحديث الموضوعة والباطلة، فهو رجل ما متفقه متعلم في الدين، لكن هو رجل خطيب عشان كده انبهروا به الناس، لكن من ناحية علم ما عنده، ومن ناحية منهج صحيح منهج أهل السنة والجماعة ما عنده. أيوة زول قصاص يعني، وخطبه كلها يهاجم الحكام وكده يعني. منهجه أقرب إلى منهج الخوارج، منهج الأخوان المسلمين. شيخ مقبل قال عنه قال ما وجدت خطيبا مثله إلا أنه حاطب ليل. بس بالخطابة والصوت وكده واللغة العربية يعني ده البهر به والناس، لكن ما رجل هو من أهل السنة والجماعة. وكذا الشعراوي، ما الشعراوي ذو القبوري يدعو الناس إلى عبادة القبور عديل كده، ويدعو الناس إلى الشرك بالله شرك عديل، ويعادي أهل التوحيد ويسبهم ويزمهم وكده، خطر جدا الشعراوي ده صوفي قبوري عديل كده زي ناس البرعي والجماعة ده، وينكر عذاب القبر نهائي ينكره. عرفت كلامي؟ الشعراوي ده مبتدع وضال ضلال مبين كذاب، فسر القرآن من راسه ساكن مرجح كده بالكرسي غاشي الناس ساكن. والثالث ده بلادن طبعا اصلا هو منهجه منهج الاخوان المسلمين سيد قطب، منهج تكفيري، وهو منهج الخوارج الاوائل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حال الخوارج الاوائل. الرضوان ده اقرب ما يكون الى الحداديه، سب العلماء، سب الشيخ الفوزان يكذب عليه، سب الشيخ ربيع يكذب عليه، هيئة كبار العلماء والألباني، الألباني برضو تكلم عنه، المهم يسب العلماء كان يتكلم عنه الألباني وما تكلم، فيسب العلماء ويطعن في العلماء الشيخ الألباني، ويطعن في كتاب التوحيد ذاته للشيخ محمد الوهاب، يقول ده ما بعالج الواقع الآن بصورته دي وكده، فهو رجل يعني ما من أهل العلم أصلا، يقول بس الله أداه غناء وقروج وغناء وكده قاعد يكذب على الناس. لكن الغر الناس فيه ان هو بيرد على الاخوان المسلمين، لكن انت عليك تفهم ما اي زول رد على اخوان المسلمين معناته هو من السلفيين، دي قاعده انت افهمها، وما اي زول رد على الاخوان المسلمين معناته هو ما من الاخوان المسلمين. اخوان المسلمين ذاتهم يتلون، الحداديه ديل اصلا اخوان مسلمين زي ما قال الشيخ ربيع، عرفته تابعين لمحمود الحداد القطبي التابع لسيد قطب، في النهاية اخوان مسلمين، لكن تلقاهم مرات يكفروا الاخوان المسلمين ذا، لكنهم اخوان مسلمين. فالرجل ده رجل مجرم، واستضاف دجال في ذهاب جابه، وحتى انا سمعت بأذاني يعتقد عقيده قريبه من عقيده محمد المصطفى في ان الصحابه، ذاك يقول اختلوا في السلطه وده يقول اقتتلوا في السلطه، فكلهم في الهوى سوا، خلاص كلهم في الهوى سوا نازل. ما تسمعوا لأي زول كله من حبه ودب، اسمعوا للعلماء، وصل شو شريط لشريط مش كده؟ شقي شريط العسيمين، ليش شقي شريط الرضواني؟ يقول لك شرح اسماء الله الحسنى، يا شيخنا العسيمين جابه وشرحها، الشيخ السعدي جابه واحصاها وشرحها، تقول ليه رضواني انت شنو؟ نعم، زول عادي اهل السنه عامل حلقات كاملة عننا يسيب فينا ويكذب فينا، المجرم كذاب. أيوة. في بعض الإخوان يعني بيسمعوا لأحمد السيد دارين ولو بيان مختصر. والله يسمعوا للعلماء يا جماعة، اسمعوا للعلماء الكبار، خلاص اللي هو الشيخ الفوزان والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيره، والشيخ محمد السيد رحمه الله احنا كنا أثنينا عليه في مسألة وبرأناه من مشيهم على السرورية، لأنه هو قال كده، قال أنا تركتهم، لكن الكلام اللي قلنا ده ذاته كان قبل ما يتبين لنا أنه عنده بعض الأخطاء الكبيرة في أصل منهجه، زي مشيهم على الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية، حتى ده بعد ما قال توبتا من المشي مع السرورية، ماشي مع ناس كمال عثمان رزق ومع غيره ومع غيره، ومع علاء الدين الزاكي ذاته عمل محاضرة بعد ذاك وكده يعني، إضافة إلى طعنه في الحكام في المنبر، وده منهج باطل ما منهج على السنة والجماعة، إضافة إلى ثناءه على عمرو خالد وعلى غيره من أهل البدع
وما علمنا أنه تاب من ذلك، لكن إحنا ما بنقدر نبدعه لأنه فينا الرجل مات، وحسب ما نعلم ما في زول أقام عليه شنو الحجة. مشينا والله شفت الهواري ده مشينا اللي في البيت، لكن الهواري ما كان بيصير لنا الباطل، الهواري كان بيصير لنا الحق في المجالس الخاصة، وهي يعمل محاضرات عامة يأصل لمنهج الإخوان المسلمين، عرفتها؟ الحمد لله. فالهواري كان وما زال يعني الآن الحمد لله بقى واضح منهج الإخوان المسلمين، بل بقى يأصل لجواز الإنكار على الحكام المسلمين في المنابر. ما شفتوا مقالات الجديدة حقته طلع عسى، مقال الأول والمقال الثاني، مقال الأول طلعوا أخواننا ردوا عليه، طلع مقال ثاني رد على أخواننا ورد على العلماء، عرفت إن يجوز الإنكار على الحكام في المنابر، ده منهج باطل منهج النازل. خلاص محمد الأمين إسماعيل ده مشيت له وقاعد جنبيته من العصر، من العصر على ما أذكر لحد الساعة 12 بالليل، والله في البرد أنا قاعد في الشارع راجي ويجي عشان أنصح، في نهاية 12 بالليل طلعت معه فوق نصحته، قلت والله الله يسألك من أي شاب، أنا الوقت داك مع أنصار السنة، قلت له الله يسألك من أي شاب أنصار السنة بقى سروري، أنك بسببك الناس بقوا سرورية واتقي الله وكذا كذا كذا كذا، سكت دنقل راسه كذا، لا بقول له أنت صح ولا غلط، أبيت جاب عصير قلت له ما بشرب، طلعت مشيت ركبت العربية جاني ورا قال لي خنا، وطبعا كنت السبب في إزالة الضريعة اللي عملوه مسجد الشهيد، يا أخي ما بتاع جماعة تباجي مع السرورية وما سبب لي حاجة. المهم فداري بري نفسه ما وما موضع السرورية ده ما ذكر وما وللي ماشي معه ولا ما ماشي، يا أخي ده سروري ليه يضمنه؟ والله ما يستطيع أحد يقول إنه محمد اللمين ده عنده أصل واحد من الأصول اللي بيوافق فيها أهل السنة. يا أخي بلاغات شنو سألوه من عن الصوفية، سمعتها بأضاني دي في التلفزيون تاع طيبة ده الفاشل ده، ما رأيك يا دكتور الصوفية والناس بتكلموا الصوفية نازل نحن طبعا، فقال أول حاجة الصوفية ونحن كتابنا واحد وهو القرآن، هم كتابهم القرآن نحن كتابنا القرآن، وينو ده صوفية بيقروا المديح يا جماعة قرآن، والقرآن لما يقروا ربنا قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية عن اليهود وإن هم إلا يظنون، أمانية يعني مجرد التلاوة بس ويخالفوا، ده حال الصوفية الليلة يتلوا القرآن وقد يحفظوا بعضهم ويخالفوا، يا أخي زول يحفظ القرآن يقول يا أبشرة مدد، الفائدة شنو؟ الفائدة شنو؟ أغيسني البرعي الفائدة شنو؟ ويحفظ القرآن. قال ورسولنا واحد ورسولهم واحد، الصوفية قال وسنتهم واحدة وسنتنا واحد كل واحد، وقبلتنا واحدة وقبلتهم واحدة، وبالله التوفيق. ده سلفي؟ ده يا ناس أسألكم بالله ده سلفي؟ خلي أي حاجة أي شيء، خلي أي بدعة، حكام طواغيت وتكفير، ولا الحكام يقول طواغيت وبرنامج اللي بيقوله ده كله في المنابر ده كله خلي، ده موقف محمد اللمين من الصوفية. انت ما قاعد تجيب التلفزيون بيجي لابس شال السمانية لليلة، الشال بتاع الطريقة الحسنية بتاعت الفاتح غريب الله دي زي ما شالوا زي لون الدبيب دبيب كده، ده بيجي لابس ما شفته يا اخي، ده ما عنده ولا بيشبه السلفيين ذاته، لا في لبسه كارم على الوطن، لا في كلامه، لا في عقيدته، لا في اي حاجه، توحيد ده ما بيدعو له اصلا ابدا الا اسمه بس ممكن يجيبه، او الكلام العام بتاع الاخوان المسلمين ذاك، لكن توحيد بتاع الرسل ما فيها شيخ. بل جابوا يفسر آية العنكبوت، مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، والله مسك لك العنكبوت دي ملص لك سديري على سروال، وعندها كم كراع وعندها كم اضان، ومن عجيب ان ما عرف الذكر ياكل شنو ما عارف ليك، والانثى تاكل الذكر ولا العكس ما بعرفه. يا مولانا ربنا ما جاب الكلام ده، لو كان اصلا القصد انه الذكر ياكل البتاع والانثى تعضي الذكر كان ربنا قال الكلام ده في الايه، الكلام اللي ربنا قاله في الآية وضرب من أجله المثل شنو؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت
لا بيت العنكبوت الموضوع موضوع توحيد وموضوع شرك، ما موضوع انه العنكبوت عنده كم اضان وبتلت كم بيضه، عرفته؟ لكن هو دجال وعارف الكلام ده يعلم، لكن ما قدر يتكلم في التوحيد لانه منهجه ما التوحيد، منهجه منهج الاخوان المسلمين، منهج سيد قطب. مشينا نصحناه وكلنا للمشايخ دول كلهم، دكتور خالد والعواري ورمان حامد ومين ذاك قسم الله نورين، ثلاثة سنة أنا بحنس فيهم تحنيس تحنيس عشان ينصحوا، مش عشان يبدعوا أو يرد عليهم، لا 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 ينصحوا بس، ما في زول نصحوا لليلة، كلهم زاغوا مننا بجاي بجاي، وفي النهاية منهجهم كلهم زي منهج واحد، لكن قد يزيد المنهج وقد شنو؟ وقد ينقص، لأنه الشيخ الفوزان قال الراضي كالفاعل. الشيوخ ديل وينهم؟ لما ناس المركز العام مشوا أثنوا على الصوفية وكرموا شيخ الطريقة السمانية، ردهم وين؟ يبقوا هم زيه، ليه؟ لأنه القاعدة الشيخ الفوزان قال الراضي كشنو؟ كالفاعل، الدليل شنو على القاعدة دي؟ شوف علم العلماء كيف؟ شيخ الفوزان والعسيمين الاثنين قالوا دي قاعدة، دليلهم شنو؟ قالوا ربنا قال عن الناس اللي قالوا الصحابة أكذبوا ألسنا وأجبنوا عند اللقاء، ربنا قال ولئن سألتهم، جابوا الجمع، قال مع إنه واحد القائل اللي قال الصحابة دي أكذبوا ألسنا وكذا واحد، لكن كان معه مجموعة قاعدين معه، ربنا جمعهم كلهم ليقولن كلهم إنما كنا نخوض كلهم ونلعب كلهم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم كلهم، ليه؟ قال لأن الراضي كشنو يا جماعة؟ كالفاعل، ساكتين دكتور خالد ومين 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 قاعدين يا زلمة مبسوطين من الحكاية، في زمان كان بغشوره قال لي بنصلح من جوا، ما في جوا ولا اي حاجة، انتوا جوا يا زلمة صلح جوا كيف؟ جزاكم الله خير، بارك الله.